السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الطريقة الصحيحة إزاي نأكل البط والفراخ برضو بإيه بمواعيد ثابتة عشان ناخد منهم أفضل صحة وأفضل وزن. خليكم معايا. طبعا يا جماعة احنا طبعا بنأكل الطيور عموما بإيه بمواعيد ثابتة عشان ناخد منهم صحة كويسة. زي ما انتوا شايفين كده طبعا انا الساعة دلوقتي 9 وانا طلعت عشان اكل الطيور، فطبعا لما تيجي تبص تلاقيهم بص زي ما انتوا شايفين كده تحت رجلي. ليه؟ عشان ده الميعاد بتاعهم اللي هم ياكلوا، هاكلهم مرة الصبح ومرة ايه اخر النهار، سواء بقى بتاكلهم اكل بيتي، سواء بتاكلهم علف، سواء بتاكلهم دشيشة، اي اكل انت بتحطه هما بيبقوا مستنيينك لما تطلع. زي ما انتوا شايفين كده بيبقوا تحت رجلي زي ما انتوا شايفين كده. خليكم معايا. طبعا ده تشيشة وعلف، حاطط 2 كيلو تشيشة على كيلو علف. هنبتدي نأكلهم دلوقتي وتشوفوا هما بينزلوا ازاي على الأكل. طبعا شايفين مش عايزيني حتى ان انا اتحرك عشان عارفين ده ميعاد أكلهم زي ما انتوا شايفين كده. مش مخليني اعرف اتحرك طبعا. طبعا احنا هنوسع لهم طبعا عشان زي ما انتم شايفين هاجمين على الاكل كده، هنوسع لهم الايه الطاجن تاني. زي ما انتم شايفين يعني بسم الله ما شاء الله نزلوا على الاكل ازاي. طبعا ده نتيجة ان انت بتأكل في مواعيد ثابتة وبتأكل مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة اخر النهار، ايا كان بقى ايه نوع الاكل اللي انت بتحطه. ونفس القصة بعملها برضو في المية زي ما انتوا شايفين كده مفيش نقطة مية. المية بعمل لها ايه برضو بشربهم لحد ما ياخدوا الكفاية بتاعتهم من المية ويبتدوا بقى ايه يركنوا على جنب بعد الاكل والمية. ابتدي بقى اللي انا اشيل من قدامهم المية وانزل، واخر النهار اعمل نفس القصة عشان يظبطوا معاك ايه كصحة وحيوية للطير وبرضو يديك وزن. ونجيب المية بقى هما دلوقتي بياكلوا طبعا وابتدوا ايه هيعوزوا بقى مية، فتبتدي انت بقى تحط لهم المية بتاعتهم. طبعا دي ازازة مية، خليكم معايا بس احط لهم مية عشان انا ايه زي ما انتوا شايفين كده هما اكلوا ابتدوا بقى عارفين ان دي المية عايزين يشربوا. خليكم معايا ثانية. طبعا زي ما انتوا شايفين هما كده بياكلوا طبعا وايه جايين ناحية المية عايزين يشربوا. خليكم معايا ثانية برضو نفس القصة، طبعا بيجوا على المية زي ما انتوا شايفين يشربوا والتانيين ياكلوا كده. دي الطريقة الصحيحة اللي انت تحط بيها الاكل والمية للطيور عشان تاخد منهم طبعا ايه حجم كويس وصحة كويسة. ده طبعا بنطبقه برضو على موضوع الحمام، برضو بنأكلهم يا مرة يا مرتين في اليوم. اما البط والفراخ بنأكلهم مرتين في اليوم عشان ايه طبعا احنا محتاجين منهم وزن، فبنأكلهم مرة الصبح وبنأكلهم مرة اخر النهار. والمية انا ما بسيبهاش على طول زي ما انتوا شايفين كده، المية بتبتدي تحطها تخلص تقوم حاطط مية تاني في نفس اللحظة. يعني اما المسقة دي كده تخلص بحط الايه بحط مسقة تاني، يعني بملاها مرة تانية. لما يخلصوا شرب خالص ويخلصوا اكل زي ما انتوا شايفين ادي كده الطقتين بتوعهم، ابتدوا بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الايه الحاجة عندي. طبعا انا حاطط مسقة وحاطط ايه طبق واسع لان طبعا البط بيوسع لما بيجي يشرب بيوقع المية بره، فطبعا عشان ايه استفاد طبعا من المية اللي بتقع بره دي ما تقعش ايه تقع في الطاجن ما تقعش بره
زي ما انتوا شايفين كده، يعني مسقة وطبق تحتيها، والطبق ده طبعا هو ايه اللي بيشيل ايه نسبة المية الهلكة الكتيرة اللي بتقع في الارض، لا هو ايه يبتدي المية تقع فيه هو، فبرضه يبتدي الطيور يشرب ايه البط والفراخ تبتدي تشرب الايه المية. طبعا يا جماعة ده بط بلدي وبط زي ما بيقولوا كده هجين ما بين بكيني ومولر، فبيدي الشكل ده كده. اما ده بط بلدي صافي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده قربوا يخلصوا الاكل، لما يبتدوا بقى يقربوا يخلصوا الاكل ابتدي انا برضه ازود لهم الايه الاكل، لما يخلصوا خالص اكل ابتدي بقى اشيل الايه بقايا الاكل من قدامهم واستنى للطاقة التانية احطها لهم، سواء بقى بتحط اكل بيتي او بتحط اكل ايه علف او دشيشة او رد ايا كان، والمية كذلك بنعمل فيها نفس الايه الموضوع، نبتدي نحط المية ولما تخلص نحطها تاني ياكلوا ويشربوا تمام التمام، تبتدي بقى تشيل اكل وميه. ليه بقى؟ طبعا انت لو سبت الاكل والميه بره زي ما هما كده طبعا الحمام ايه في حمام غريب بيقف زي ده كده لو انتوا شايفينه، وفي طيور تانية طبعا زي اليمام زي العصافير تبتدي تنزل لو انت فضلت سايب الاكل تبتدي تنزل تاكل في الاكل بتاع الايه الطيور، ممكن الحاجة دي تبقى حاملة امراض زي سالمونيلا زي كونكر زي اي مرض زي برد ممكن تبتدي تعدي طيورك، فانت بتعمل ايه تتجنب الكلام دوت باللي انت تحط طاقتين في اليوم مرة الصبح ومرة اخر النهار، والميه كذلك عشان ما فيش حاجه طيور غريبه هتيجي تاكل او تشرب من عندك تبتدي تعدي الايه، طبعا الطير بتاعك هيشرب من الاكل هيشرب من الميه وياكل من الاكل اللي كل منه ايه الطيور الغريبه، الله اعلم بقى فيها امراض ولا يبتدي بقى الطيور عندك تعي، فانت عشان تتجنب الموضوع ده بالذات لو انت ايه بتربي في حته ايه مش مقفل على طيورك يعني. طبعا لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك معانا في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.